حتى تصريح فاسكس يقول سنوصل التدريب والتدريب حتى النهائي، يعني نظام المداورة فعلا حصل مثل ما تابعنا، والغرض هو تهيئة اللاعبين لا أكثر. هو واخدها كأنها مباراة ودية، حتى في تعامل أنشيلوتي مع التغييرات وتعبيرات اللاعبين وهم خارجين، فده وضع طبيعي وده متوقع. الخسارة تبقى أحيانا بتحزنك، إنما ده وضع طبيعي في الأجواء الموجودة. الفريق عدى أو مر أسابيع فيها ضغط كبير، فيها استنزاف لعيبة أساسيين، فيها التغييرات. هنا زي بقول لك كأنه خسر مباراة ودية، أجواء ودية طبعا، يضحك ومبسوط. أيوة. ده وضع طبيعي، ده حالة تعكس حالة الاستقرار الموجودة، حالة الراحة الموجودة بالنسبة صحيح. للفريق. بتخسر بس كأنك خسرت مباراة ودية. مفيش إصابات، نجاح. صحيح. مفيش مخاطرة بنزيمة، نجاح. دورت كلها مكاسب. النتيجة بس انت مش محتاج قوي ثلاث نقط، اللي محتاج الثلاث نقط هو أتلتيكو مدريد، الدوافع كانت كبيرة بالنسبة له. والفريق خلق فرص وخاصة في الشوط الثاني. يعيب الفريق اللمسة الأخيرة، افتقد اللمسة الأخيرة، واللمسة الأخيرة مصدرها ومصدر خطورتها كان مين؟ قاعد على الدكة بنزيمة، وده وضع طبيعي انه انت ما تنزلوش. فاللمسه الاخيره ما كانتش موجوده مع تالق اوبلاك في بعض الفرص بالنسبه لحارس المرمى. النهارده كره كازيميرو كان يبقى فيها تعامل افضل من كده. المساحات ظهرت في نص الملعب، بقى فيه تسديدات اكتر، ممكن كان يبقى فيها ترجيز بالنسبه للفريق. انما الشكل الهجومي خلق فرص، حركته بقت احسن، فالفيردي ونزوله في نص الملعب بقى فيه مسانده لكامافينجا كويس. في نهايه الشوط ست تسديدات على المرمى لريال مدريد، حصيله كبيره طبعا نتيجه التغييرات الموجوده، السيطره الموجوده، الاستحواذ الاعلى بالنسبه للفريق. في بعض الاحيان ما بقاش في نهايه المباراه هجمات مرتده خطيره بالنسبه لاتلتيكو مدريد. فانا اعتقد ان التغييرات جابت مفعولها، انما كانت تنقصها فقط لغير اللمسه الاخيره المتواجده في دكه مع تالق اوبلاك. انما ما فيش حد بيزعل من خساره مباراه وديه، خساره بس ما بتبقاش خساره مباراه وديه، ما تزعلكش قوي، ريحت اللعيبه الاساسيه، ما فيش اصابات، فنجاح بالنسبه لانشيلوتي وايضا نجاح لسيميوني اللي سعى للثلاث نقاط لتامين المركز الرابع. والرغبه واضحه، الشامبيونز ليج فقط لا غير. بالنسبه لريال مدريد نستمع الى خيسوس فايخو.